السلام عليكم الخوت. كنتواجدوا كما العاده في سوق القرعه نهار السبت، فكما كتلاحظوا مع رمضان راه شويه السوق خاوي، وكما كتلاحظوا الاجواء ديال السوق كيفاش دايره. غنحاولوا نقربوا لكم جميع الاثمنه وجميع انواع الطفرات اللي متواجدين اليوم في السوق، ووصلوا لكم الاثمنه حتى لعندكم. وكنت جديد اخويا في القناه، فدير شي اشتراك وباش يوصلك كل جديد، ودير شي جيم وشي تعليق محفز، وتحياتي لكم كاملين. قلت لك تسالوا على الوليدات ديال لي كالوبسيت، فكاين وليدات هنا تبارك الله شي حاجه نقيه. بالنسبه اخويا الثمن هنا مناش كيبدا؟ 250 درهم على حساب الطفرات، لما كيما كتلاحظوا الوليدات لما داري هنا الثمن 200 درهم 250، ما بين 200 ما بين 200 250 درهم. اما الوليدات الكاينين بالنسبه خويا لهذا الكبار هنايا 350، هادو 350 درهم كيبقاو الحبايات. كاين الوينات مختلفين، ديك الساعه اللي بغى الجمله كما سمعتوا راه ثمن اخر، هنا كما سمعتوا 350، راه كاين بيرلي، كاين الوينات مختلفين هما على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لهاد البياسات ديال ريمبو خويا، ريمبو اش نقول لك اللي بغى جمله الجمله شحال كيبقى؟ نقولوا الحبه، قولها ثمن الجمله شحال؟ ثمن الجمله شحال كيبقى؟ 150 درهم هنا كما سمعتوا ثمن الجمله، واللي بغى يهزر ديك الساعه ثمن اخر. فخلي الميرا خويا، الميرا صفر ستة دوبل زيرو دوبل زيرو 51 31 46، فاللي عجبك شي حاجه سكرين تواصل مع الاخ ولا شكون ما كتلاحظوا عند الصديق ديالنا. بالنسبه خويا عادل هنا شحال كيبقى الثمن الواحد؟ 200 درهم. هادو 200 درهم، هادو ايزابيل. ايزابيل كما تلاحظوا ايزابيل ديال هادو لوينات ايزابيل، هادو 250 درهم ياك اخويا عادل؟ 200 درهم الواحد. هما كما تلاحظوا 200 درهم. كاين واحد البياسه ديال البورك اللهم بارك، واحد الكوبل ديال البورك هما كما تلاحظوا انتيوا على هذا الشكل، انتيوا اللهم بارك في المستوى. هاد الطير هو هذا اللي لتحت، اما كما كتلاحظوا الطير ها هي انتيوا هادي. بالنسبه اخويا عادل الجوج شحال كتبقاو؟ هادي كتبقى 1500 درهم. واجدين اخويا عادل هادو؟ هما كما سمعتوا راه واجدين، والثمن ديالها 1500 درهم. هاد البياسات ديال ريمبو. بالنسبه اخويا عادل هنا الثمن البياسه؟ 300 درهم البياسه، انتيوا بحال الطير هادو كتبقاو 300 درهم البياسه. خلي الميرا اخويا عادل. هاد البياسات ديال الهوغو كما كتلاحظوا فالثمن ديالهم من 300 درهم 400 درهم. ممكن تلاحظوا الخوت البياسات ديال الكوكات ديال الاوبالين، الكوكات ديال الاوبالين كما كتلاحظوا في الباردو هذا كيدير 900 درهم، الكوكات ديال الفيرسوناطا سي محمد كوكب البيرسوناطا 900، كوكب البيرسوناطا ديال 900 درهم كما كتلاحظوا هما اللي ملاه، كاين البياسات ديال الاوبالين كما كتلاحظوا. كاين البياسات هادو ديال هادو عاديين اخويا سي محمد شحال دايرين؟ العاديين شحال؟ هذاك درهم كوبلا درهم درهم هادو الوينات اللهم بارك في المستوى، ها هما الشكل ديالهم كما تلاحظوا على الشكل، هادو الثمن 250 درهم بياسة، ها هما كما تلاحظوا على الشكل، ثمن الوينات مختلفين، هادو فالة هادو كيبقاو 250 درهم بياسة، كاين هاد البياسات هادو. بالنسبة للفالة وشحال دايرين؟ فالة وكوبلا هاديك؟ لا جوج كورة 200 درهم الواحد، جوج كورة كيبقاو 200 درهم الواحد. وبالنسبة لبياسة ريمبو اللي واجدين شحال كتبقى البياسة؟ هادوك 900 درهم الكوبل ياك، أما كيما كتلاحظوا الوينات ديالو،
تخلي النمرة 0698 11 0762. اللي بغا شي حاجة يتواصل مع الأخ ومرحبا بكم الخوت. غنبداو بهاد الوليدات هنا ديال كالوبسات. بالنسبة للي كيبغا شي وليدات بحال هكا الدريساج فكاين كاين هاد جوج وليدات. هذاك لاتينو اللي من هنا لاتينو، هذا ايزابيل لاتينو، واحد لاتينو واحد ايزابيل. هما كيما كتلاحظوا الشكل ديالهم كيفاش داير. بالنسبة خويا الثمن ديال لاتينو، خويا لاتينو خويا داير 280. لاتينو 280 درهم. وبالنسبة لايزابيل 220. ايزابيل كيبقى ب 220 درهم. هما كيما كتلاحظوا مولفين صوران كلشي. اه مولفين. راه الاخ انا معروف بالوليدات ديال الدريساج. وكاين هذا كالوبسيت هذا كيما تلاحظوا عندك. ها هو كاين هذا على هذا الشكل. هذا مولف قلت لي كيطير وكلشي. كيطير وتيجي هذا. اه كيطير وكلشي ديالو وكلشي. اه قول له مولف ما تيخاف ما والو. اه هو كيما مولاو هذا. اه هو كيما كتلاحظوا الشكل ديالو كيفاش داير. هذا داير 800 درهم. هذا قلت لي كيطير وكيرجع عندنا وكلشي. اه وبالنسبه خويا هذا تكير ياك. تكير اخويا. اه شي 7 شهور هذا ان شاء الله. شي 7 شهور تقريبا. وبالنسبه للثمن ديالو شحال بقى؟ الثمن اخويا 800 درهم. الثمن 800 درهم. راه اللي بغى راه كما قال لكم راه مولف وكيطير وكلشي وكيجي عند كيجي عند اي واحد. كيجي عند اي واحد. هانتوما كما كتلاحظوا على هذا الشكل. ها هو الشكل ديالو. تبارك الله راه مولف وكلشي. الثمن ديالو كيبقى 800 درهم. الله يبارك. ها هو ان شاء الله. هذا دريساج ماشي دريساج عادي، دريساج طيران حرة. اه بالنسبه اللي بغى بحال كيطير شي طيار وهذا كي ها هو كما كتلاحظوا راه الثمن 800 درهم كما قلنا. وندوزو خويا كاين شي كوبله. نعم كاينه كوبله خويا. كاين هذا التخيير هذا ديالو راه يجرون خير. رواد اللي جا عندي. اه وانتوما ديالو. بالنسبه لهاد الكوبله شحال كتبقى الثمن؟ 700 درهم. هذه كتبقى 700 درهم كما لاحظتوا. كاين هذا الفرادي اللي 300 درهم. كاين هذا التخيير. هذيك انتوا السينامو. السينامو الفوقانيه. انتوا ايزابيل. ايزابيل التخيير. بالنسبه للتخيير شحال داير ايزابيل؟ 300 درهم. 300 درهم بياس. وجوج كما قلتي 700 درهم كما لاحظتوا. بالنسبه خلي الميره اللي بغى شي حاجه ان شاء الله. 086 086 53 51 26 فاللي عجبته شي حاجه راه يسكرينو وتواصل مع الاخ ولا يسخر الجامع. خوت كما تلاحظوا ديال الفيشر الله يكفر مال هذا الشكل هذا. الحمد لله خويا عبد الغني. هنا الثمن البياسه شحال؟ الثمن هنا خويا عبد الغني هادو هنا خويا دايرين 200 درهم البياسة. 200 درهم البياسة كما تلاحظوا الكوتش. بالنسبة لهذا خويا عبد الغني 250 درهم خويا البياسة. هادو كيبقاو 250 درهم البياسة كما تلاحظوا. هادو 200 درهم البياسة. 100 درهم البياسة. هادو هنا 500 درهم البياسة. بالنسبة خويا عبد الغني الهوغو خويا دايرين السياسة من 400 درهم وانت غادي حتى 1000 درهم. هنا من 400 درهم حتى 1000 درهم كما تلاحظوا الخوت. وبالنسبة خويا عبد الغني الرينبو. الرينبو خويا 200 درهم. الرينبو كيبقى الثمن ديالو 200 درهم. هما الطفرات هنا كما تلاحظوا مختلفين او على هذا الشكل هذا. ندوزو لهاد البياسات ديال البينو خويا عبد الغني. بالنسبه هنا خويا الثمن ديال البينو خويا. البينو 800 درهم البياسه. البينو كيبقاو 800 درهم كما تلاحظوا على هذا الشكل. وبالنسبه خويا الفاس بلون. الفاس بلون داير 45 ألف. الفاس بلون 450 درهم كما تلاحظوا على هذا الشكل. بالنسبه خويا عبد الغني هنايا كوكب كاكاريك ياك. كوكب كاكاريك. بالنسبه خويا عبد الغني هذه شحال كتبقى الثمن؟ هذه خويا كنقول فيها 1800. 1800 بقفز كلشي لاف. اه هي كما كتلاحظوا الخوت. بالنسبه خويا عبد الغني خلي الميره. 06 15 48 93 54 فلا تبغي شي حاجه تواصل مع عبد الغني والله يسر. كاين الخوت هاد التكيير هذا كما تلاحظوا على هاد الشكل هذا. فراه هاي الجداوي كما تلاحظوا. هاي النتيوا ديالو هي اللي لتحت. النتيوا هي اللي مطربشة ياك. هي هي هاد الفوقانية. هي اللي على اليسار الفوق ياك. النتيوا شامان زوين. 100 درهم وتذكر 170. تكيير. صابر على 60 درهم الواحد. تكيير 170 درهم ياك. ها هو كما تلاحظوا الثمن ديال الدكار 170 درهم. ونتيوا ديالو خويا 100 درهم. نتيوا 100 درهم. وهاد الشنيبرات اللي الفوق 60 درهم الواحد. 60 درهم كما سمعتوا الخوت. فاللي عجبتو شي حاجه نخليو لكم النمره يتواصل معاه. ها هو كما تلاحظوا
كاين كما تلاحظوا هادو تكرن شويه هاك الطير هانتي الطير هو هذا اللي على اليسار كما تلاحظوا هانتي هو اللي على اليمين. بالنسبه للثمن ديال الطير شحال كيبقى؟ الثمن 350 درهم بياسه. اما كما تلاحظوا الطير هو اللي من هنا هانتي هو هذيك اللي من هنا سينامون وتكرن. هانتي هو سينامون وتكرن نورمال. خلي النمره اخويا اللي بغى شي حاجه 06 14 92 14 15 15. فاللي عجبتو شي حاجه يتواصل مع اخو محمد جنبي. كاين كاسات ديال الكرات خويا عثمان غادي نقرب لنا الاثمنه كلشي. كي داير با عثمان بخير خويا؟ الصحه مزيان هاني كلشي بخير. كي داير مع الوقت كلشي وداك الله يحفظك. شي كلمه للمتابعين في هذا رمضان هذا لكن انتم صايمين صحه فطوركم الله يتقبل منكم ان شاء الله. ولكن الطير ديالكم انا ما حقش عليهم الصيام تلاقوا فيهم كل الاخوان ترجلوا معنا ان شاء الله في عشتات في عشتاني وكلوا لي الطيار الله يجزيكم بخير. خويا عثمان وري خوت شنو عندك اليوم ونوريهم الاثمنه شنو كاين اليوم. بالنسبه خويا نبداو بالمزيك. هنا كاين مزيك شنو كاين الكوكله كاين الباقي الاخر نتاوي مره الثمن ديالهم كيبقى 600 درهم الكوكل وانتوا كيبقى 300 درهم انتوا 300 درهم والكوبل كتبقى ب 600 درهم هانتوما كما سمعتوا الخوت. وبالنسبه اخويا عثمان هذا ريد فاكتور هذا بديت تباعو كنلقاو كونسيير كومون الاخوان اللي كونتاكتينا وكيسيكتو معايا في الواتساب اللي فاكي دخلت كونتاكتيهم من بعد كنراسلهم اذا دخلوا لي انتيغيسي كنخليهم. وبالنسبه اللي كما قلت اخويا عثمان اللي بغى شي كوبله ديال ريد فاكتور غنخليو النمره يتواصل معاك وتوجد ليه كوبله ديالو ان شاء الله. وبالنسبه اخويا ندوزو لهادو الساتيني الفريزي الكوبل 150 كوبل فريزي 450 درهم خويا عثمان فوالا. وكاينين الجولدن ديامون جولد ديامون جولد 600 درهم كما سمعتوا. كاين بورتور فايو دايرين 250 بورتور فايو 250 درهم على هذا الشكل. كاين تيوالي سي سي دايرين 130 درهم هاي كما لاحظتوا على هذا الشكل هذا ديالها هاي 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 كما لاحظتوا. وشنو كاين اخويا هنا عثمان؟ بالنسبه للبيض اخويا شحال كيبقاو الثمن؟ 90 درهم ما بين 190 200 درهم على حساب. وبالنسبه للاورانج هادو سميتو وليد هذا هو لي بوبرو ميتيو هذه 100 درهم. كما راه تشوف هذا الشكل 300 درهم تيوا. وكاين وليد تاع الموزايك روج 180 درهم. هو على هذا الشكل هذا داير 180 درهم ياك. ها هو كما تلاحظوا الموزايك تاعو راه 300 درهم كما راكم عارفين. قالت موزايك جون كاين تيوا قلبي راه ضربوها في الويز درهم نتي وكاينه هادو كاين اللي شفنا لتحتها. وكاين واحد لي بونكير يلاه جاي في الجوديه مازال ما واجدش هذا كتبقى في 250 درهم فيه جد مناسب. ها هو كما سمعتوا الاخوان. وبالنسبه خويا عثمان الميره كما العاده 07 77 71 58 00 الله يسخر الجميع وتبارك عليك خويا عثمان. كما قلتوا اللي بغى شي كوبله ولا شي حاجه يتواصل معاك توصل في الواتساب ديك الساعه مرحبا بالجميع. الله يسر خويا نصوركم جميعا اخوان تبارك الله عليك. محمد كما العاده بكالوكسيت المدرسي والعيبات بالنسبه غيورينا شنو جاب اليوم. اليوم راه كاين شي بياسات الالبينو ورينا خويا اسمح لنا شنو عندك اليوم. كاين شي بياسات البينو هادو خوتهم هذا ذكر هذا ذكر طالع ياك هادي نتي هو كما انا راه معلم هذا راه شخطره هادي معلم انت واد يقول لي بالنسبه خويا هاد انت واش حق كدير؟ 800 درهم 800 درهم وبالنسبه لك 900 درهم خويا 900 درهم كما سمعتوا الخوت. بالنسبه لذاك لاتينو خويا هو 400 درهم هادي انت واد لاتينو انت واد كتبقى ب 400 درهم كما لاحظتوا. وكاين هاد انت واد واجده اللي بغاها هادي كما قلتي واجده خويا سعيد واجده هاي الشكل ديالها حتى هي مولفه وكل شيء. وبالنسبه لهذا خويا هذه فاس بلو هذه فاس بلو هذه باقا شويه خص الوقت لا ماشي هي مدريس هي مولفه الدار بزاف عمرها خرجت الزيقه فهمت. ما كما سمعتوا الخوت. بالنسبه خلي النمير اخويا سي محمد اللي بغى شي حاجه 74 14 45 23 فاللي عجبته شي حاجه راه يسكريني يتواصل مع خويا محمد. ومرحبا خويا محمد كما العاده كما تلاحظوا نحاول نقرب لكم جميع الاثمنه اللي عنده اليوم. بالنسبه خويا هنا الديروش العادي شحال داير؟ هذا الجمله 55 درهم. وبالنسبه لهذا هنا؟ هذا 35 بالنسبه للكبار؟ هذا 70 درهم 150 هذا فيهم كرونطا ياك؟ وبالنسبه لهذو ريبو الكولبادي 38 وبالنسبه للمنظرة هذا الوين؟ 35 بالنسبه لهذو؟ 30 هذا تما 30 هذا 25 درهم كما سمعتوا. وبالنسبه لهذو هنا؟ هذا
55 درهم. وبالنسبة لهنا الثمن ناش كده؟ لا هنا كاين 400 درهم حتى 600. وهاد الكوبلة هنا ديال هذا اسم محمد؟ هاد تباعت 55 فرانك بالنسبة لهادو ديال لي كانال هادو 50 درهم. هادو 50 درهم كيما سمعتوا الخوت، هادو 50 درهم جملة ياك. أما كيما سمعتوا نحاولوا نقربوا لكم شنو هادو اليوم. 40 درهم. أما كيما كتلاحظوا الخوت. محمد النميرة كيما العادة. 66 40 56 68 68 شي حاجة في الواتساب كيما سمعتوا تواصلنا. هادي تاع الواتساب. نقولكم الإخوان راه كاين دخلة شي سلعة زوينة اللهم بارك. فكما كتلاحظوا راه بياسات ديال الجامون. هما كما كتلاحظوا هادو ديال الجامون جولد زوينات اللهم بارك. كاين هنايا بياسات ديال الكاكاريكي كما كتلاحظوا هنا الكاكاريكي كاين الصفر كاين هذا الباناشي وكاين الخضر كما كتلاحظوا الاخوان كاين هنايا كوبلة ديال الجرونتاي على هذا الشكل هذا هاد الطيرة والله ما بارك نمشيو هي الثانية كاين بياسات ديال لي كالوبسات نحاولو نشدو لكم كلشي الاخوان نولعوكم فكاين هنايا كوبلة ديال الكويكر كما كتلاحظو الخوت اللهم بارك هذا هو الكويكر نشوفو الاخوان هنايا الشنيضرات ديال البادر هادو البادا او طائر الجاوا هو كيجي على هاد الشكل هادو شنيبرات باقي ما يلا يقادو اللون ولا اللون ديالهم مغلوق وكيما كتلاحظو هو الشكل ديالهم كاينة بياسات ديال كاكاريكي وكالوبسات حاولو نولعوكم الاخوان كاين هنايا اللهم بارك هنا بيرو شاكولي كاين هنايا هذا هو اللي كيطير هذا بالنسبة هو اللي كيخدمو به الصيادة اللي كيصيدو كيكون على هذا الشكل هذا هو البط اللي كيطير هو الشكل ديالو كيفاش دار هنا كاين شي بيا كوبلة ديال براما دجاج براما كيما كتلاحظو دورا الفوزو هدا هو الحجل البري هاهو الشكل ديالو الذكر هو اللي عليه من الذكر هو اللي كيكون اللون ديالو على هاد الشكل هذا تيكون ملون ومازال كيطوال ليه الريش ديالو هذا حيت باقيين صغار وكاين نتيو على داك الشكل نتوا كتكون سبحان الله عادية كاين هادو راه غنيين عن التعريف بيروش العادي هنا الشنيبرات ديال البادا هنا الطفرة ديال بيروش اكولي اللهم بارك كاين هاد ليزامستار كيما كتلاحظو على هاد الشكل فهادو وليدات صغار فكنحاولو نولعوكم ونوصلو لكم كل حاجة شنو كاين جديد في السوق كيما كتلاحظو كاين هنايا كالوبسات
كاين كاريتي كما تحضر كاين الوليدات ديال الكالوبسات على هذا الشكل هذا ندوزو شويه على الشهر كاين بياسات ديال الفيشر كما تلاحظوا على هذا الشكل هذا كاين بياسات ديال الكاريتي على هذا الشكل كاين هاد الأرانب اللي عشاق الأرانب هادو طيطو اليوم على هاد الشكل هدا طيطو اليوم يجيو على هاد الشكل خويا طيطو اليوم شحال دايرين هادو هما التمر هاد التيشيرت ديال سيامو غادي طانو فكاين هاد البياسات اللهم بارك في المستوى كما لاحظتوا واحد الذكير هذا ياك اللهم بارك البياسات في المستوى بالنسبه للاثمنه تقريبا هاد الذكير 600 درهم كما سمعتوا راه البياسات اللهم بارك في المستوى وبالنسبه لهاد الذكير اخويا بحال حتى هو 600 درهم وهنايا اخويا بحال حالته تما هنا كلشي ذكور الا واحد انت هو باين هو الذكير هنايا اللهم بارك هذا هو الثمن ديالو 600 درهم كما لاحظتوا كاين واحد النتيوه هذه هنايا حتى هي الثمن ديالو 600 هذه 500 درهم كتبقى النتيوه وكاين هنايا كوبلا ياك انتم كما لاحظتوا الذكير هذا الله مبارك والنتيوه هي حداه بالنسبه للثمن ديال هاد الكوبلا شحال هذه 1000 درهم كما سمعتوا الاخوان كتبقى الثمن ديال 1000 درهم وبالنسبه لهنايا هذا الذكير تا هو الثمن ديالو 600 درهم كما سمعتوا فخلي النميره ديالك اللي بغا شي حاجه توصلنا 06 45 61 40 89 هانتوما الاخوان اللي عجباتو شي بياسه راه يتواصل مع الاخ في الواتساب كاين الوليدات هنايا ديال الدريساج ديال الكالوبسات وكاين هنا بياسه هنا ديال ورا ديال الاخوان هذا فيشر ها هو وليد ديال الفيشر كما لاحظتوا او على الشكل هذا وكاينين وليدات ديال ديال كالوبسات بالنسبه للوليدات ديال كالوبسات شحال كتبقاو الثمن خويا كاينه 200 درهم كاينه 180 درهم على حسب الطفره على حساب كاين الحبشي 180 هذا سينامو كيدير 200 درهم السينامو 200 والعادي الحبشي 180 وبالنسبه لهذا الوليد ديال الفيشر هذا خويا 130 درهم هذا 130 درهم كما سمعتوا الاخوان خليو لكم الميره اللي بغا شي حاجه توصلنا وبالنسبه ندوزو للكالوبسات بالنسبه للكالوبسات خويا زوجه دايره 600 درهم بحال 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 على الاسابيع و الفاس بلون الفاس بلون خويا 300 درهم الفاس بلون 300 درهم كما سمعتوا الاخوان فخلي النميره اللي بغا شي حاجه توصلنا 06 80 53 61 فاللي بغا شي حاجه الخطره يتواصل مع الاخ هنايا راه ديما تا هو راه عنده وليدات الدريساج عنده كلشي اللي بغا اي حاجه يتواصل معاه